عوائق وتنظيم إدارة الوقت. في عنا مشاكل مهمة جداً منسميها قتلة الوقت، وأكثر قتلة الوقت شيوعاً هي الإلهاءات، يعني الأمور اللي بتلهيني إني أعمل العمل اللي علي. الإلهاءات ممكن تيجي بعدة أشكال، ولازم نعرف كيف نتجنبها. لازم نعرف نبلغ الناس إنه إحنا مشغولين وما بدنا حدا يزعجنا. لازم نشتغل في مناطق فيها نسبة الإلهاءات أقل، وزي ما قلنا لازم ننجز مهامنا في وقت منكون فيه صحيين وفي قمة نشاطنا وبعيدين عن التشتت.